اول شيء شهد ان شاء الله مبارك يا رب، مبارك توقيع الالبوم الجديد. بارك فيك، شكرا. كيف بقت النجوميه؟ تمام، يعني كيف بدي اقول لك، شيء حلو كثير، بتحس بمحبه الناس وتبادلهم هذا الحب، هذا احلى شيء بالعالم. انا ما بعرف مين عم يحتفل، انت ولا نحن ولا هن، مثل كل واحد كله تحت عنوان واحد اللي هو المحبه والحب الصادق. بتحكي لي اكثر عن بعد اللي صار؟ بعد اللي صار هي بتحكي عن حالها والالبوم بيحكي عن حاله، فما بعرف شو بدي اقول لك. اللي بيهمني كثير انه هذا الشغل اشتغلته من قلبي انا ومينار، وعم نلاقي النتيجه الحمد لله. شفنا اسامي كبيره بالالبوم مثل نزار فرانسيس، كريم العراقي، سمير صفير، قديش مهم انه الواحد باول عمل له انه يكون عم يشتغل مع ناس مهمين؟ هذا دعم، وهي مسؤوليه، وهي محبه، وهي نعمه من الله، فهذا الشيء لازم قد ما فيني رح حافظ عليه باذن الله. سؤال بدي فيه صراحه وجرأة بنفس الوقت، لو ما كان في سوبر ستار كنتي بتكوني هون اليوم؟ ما فيني أحسن. حتى صغلك يا بطريقه احسن، لو ما كان في سوبر ستار كنتي بتكوني هلا انت شهد برمدا؟ هلا بالنهايه كله هذا حظ، يعني لو ما كان في سوبر ستار طموحي لوحده ممكن يوصلني للي بدي اياه. الامل، التفاؤل بيخلي الانسان يوصل للي بده اياه، بس هي القصه كلها على بعضها انتظار فرصه. فاول ما تيجي الفرصه بالحياه، هيك فرصه ما بتجي مرتين، فوجود الفرص دائما الانسان لازم يغتنمها، هي اللي بتخليه يوصل، لانه دائما لما بيسعى هو، ودائما لما هو بيامن بطموحه بتوصله لاي محل بده اياه. الطموح بيوصل لكل شيء. بعرف انه كل غنيه بهذا الالبوم، خصوصا هذا الالبوم كثير مميز بالنسبه لك، هو اول اطلاله لك، في غنية مميزة كانت أكثر، كانت قريبة من قلبك، كنت عم تحسي فيها شهد وأنت عم تغنيها؟ كلهم حسيتهم وكلهم حبيتهم وكلهم عشتهم، فما في وحدة أهم من وحدة عندي. بدي أطلب منك تسمعينا شيء من الألبوم. حدي أو كنت بعيد راح أبقى أغني أكيد، قلبي بنهار جديد ما وعوده شمسه طالع، خليهم لبعدين الباقيين كلهم مفاجأة. في مشاريع، في حفلات، في كليبات جديدة، رح يكون في كثير قصص إن شاء الله حلوة، رح يصير في قصص كثير جديدة، وكله رح تعرفوا فيه أول بأول، طمنت.